ارتباط عرض الأزياء زياد المسفر من الفتاة المعروفة والمدونة رميساء، رغم انتشار فيديو له غير أخلاقي صنفه المتابعين إنه يدل على ميوله الجنسية. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. عارض الأزياء السعودي زياد المسفر يحسم الجدل حول ميوله ويثير الشكوك بعد إعلان ارتباطه. فقد أحدث عارض الأزياء السعودي زياد المسفر ضجة بين أوساط المتابعين عقب إعلان خبر ارتباطه بنجمة مواقع التواصل الاجتماعي المدونة رميساء، حيث شارك عارض الأزياء السعودي صورة تجمعه عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق سناب شات قبل أن يعود وينشر صورة أخرى تظهر طاولة مستديرة مزينة بالورد الأحمر دون عليها نقدر نقول انتصر الحب، حيث تساءل متابعي السعودي عارض الأزياء مسفر هل بالفعل تم ارتباطه بالمدونة رميساء أم إنه مجرد إعلان لجذب الانتباه. وأتى هذا بعد فترة وجيزة من تعرض زياد المسفر قبل فترة وجيزة لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو إباحي لشاب قيل بأن بطله هو عارض الأزياء الشاب السعودي. وبعد انتشار هذا المقطع قيل أو قال بعض المتابعين إن من يظهر في هذا المقطع المرئي المصور هو المدون السعودي زياد المسفر بعينه، حيث سبق وتعرض إلى اعتداء بالضرب والألفاظ النابية والذي تعرض له على يد بعض الشباب العنصريين عقب محاصرتهم له والاعتداء عليه بألفاظ عنصرية مهينة غير أخلاقية طالت لون بشرته وعرقه. الجدير بالذكر أن زياد ناشط وعارض أزياء سعودي من مواليد 1999 اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسلوبه العصري في الظهور والمحتوى الذي يقدمه عبر حساباته الشخصية على الإنترنت، إضافة إلى جلسات التصوير الجريئة التي يخضع لها والألوان الحيوية التي يعتمدها في الإطلالة. من وقت لآخر يفاجئ زياد المسفر متابعيه بإطلالات متنوعة، حيث يثير عارض الأزياء السعودي بإطلالات جريئة منها آخر إطلالاته التي ظهر فيها مرتديا بدلة حمراء. وفي عيد ميلاده الأخير احتفل زياد بطريقة غير تقليدية، حيث نشر عارض الأزياء السعودي الشهير مجموعة من الصور خلال الاحتفال الذي أطل فيه ببدلة سوداء كلاسيك بدون قميص، كما زين وجهه بالنجوم وحمل بلالين شفافة وسوداء وكتب تعليقا أكد فيه أنه يشعر بالسعادة من بدء العام الجديد على الرغم من الصعوبات التي قابلته على مدار السنوات الماضية.